المخيله الحاسوبيه تعد القدره على قراءه توصيف لمشهد ما ومن ثم تخيل هذا المشهد ميزه فريده للانسان لكن ليس بعد الان تخيل شجره بلوط في حقل من القمح وقد بدت السماء خلفها زرقاء مع قليل من الغيوم بعد ظهر يوم مشمس هناك احتمال كبير أنه يمكن لمعظم الناس الذين سيقرؤون هذه الجملة تصور مشهد يتضمن هذه التفاصيل في مخيلاتهم. هذه القدرة على قراءة توصيف مشهد ومن ثم تخيله كانت دائما صفة فريدة للإنسان. لكن هذه المهارات الفريدة ربما لم تعد ملكنا وحدنا. كل من يعتقد أن هذه الأنواع من التخيلات هي أبعد من قدرة حواسيب هذه الأيام سوف يتفاجأ من عمل الباحثين هيروهارو كاتو أن تاتسويا هارادا في جامعة طوكيو في اليابان. إذ كشف هذان الباحثان عن حاسوب يمكنه ترجمة توصيف غرض ما إلى صورة وبكلمات اخرى يستطيع هذا الحاسوب بناء صوره لغرض ما هذه الصوره جديده غير مخزنه من قبل يعد هذا تعريفا جيدا للتخيل في حالتنا هذه حاله البناء الحاسوبي بالتاكيد ان هذه التخيلات بسيطه ومحيره في بعض الاحيان وغالبا لا معنى لها لكن الحقيقه انها تشكل خطوه مهمه على طريق الابداع الحاسوبي كافح علماء الحاسب لفتره طويله للتعامل مع الصور بقدر من السهوله والقوه لادارتها باستخدام الكلمات على سبيل المثال عند ادخال كلمه او سلسله كلمات في محرك البحث سنعثر على نتائج ملائمه جدا لما نريد ولكن هذا ليس بسبب قدره حوسبيه خاصه تساعد على فهم هذه الكلمات وانما يعود الى المعالجه الاحصائيه كاستخدام تقنيات باج اوف التي اصبحت تقنيات فعاله وقويه ولكن لا توجد قدرات مماثله للصور لذلك ومنذ بضع سنوات بدأ علماء الحاسب بمعالجة الصور بالطريقة عينها بأن ينظروا إلى الصورة على أنها مجموعة من البكسلات التي يمكن أن تقسم إلى سلاسل قصيرة تتوافق مع جزء محدد من الصورة. على سبيل المثال ربما تتوافق سلسلة قصيرة مع حافة كوب أو منطقة من الجلد أو جزء من السماء وما إلى ذلك. تعني هذه السلاسل القصيره القليله للبشر اما بالنسبه للحاسوب فهي تعني الكثير اذ يمكن ان تعالج احصائيا كالكلمات انفه الذكر يمكن للحاسب ان يحلل الصوره عن طريق حساب عدد السلاسل ومعرفه كيفيه حدوثها تماما كحاله معالجته لوثيقه ما بحساب عدد مرات ظهور الكلمات فيها قد تحتوي صوره للسماء على الكثير من السلاسل التي تتوافق مع اجزاء منها كما ان صوره كوب من الشاي قد تحتوي على العديد من السلاسل التي تتوافق مع حافه الفنجان وما الى ذلك تسمح هذه الطريقه باجراء مقارنه بين الصور بشكل فوري اذ يمكن للحاسب باستخدام هذه الطريقه ان يبحث في قاعده معطيات صور محلله مسبقا عن انماط مشابهه لسلاسل في صور اخرى تتلخص الفكره في انه ينبغي لصورتين ان تكونا متشابهتين اذا تشابهت توزيعات سلاسلهما حيث حقق الباحثون بالفعل نجاحا لايجاد التشابه باستخدام هذه التقنيه كما في طريقه معالجه النص أطلق علماء الحاسب على هذه السلاسل اسم الكلمات البصرية وعرف هذا النهج الجديد في تحليل الصور باسم تقنية باغ of فيجوال وورد تقوم هذه التقنية بتحليل الصورة عن طريق حساب التوزيع الإحصائي للكلمات البصرية التي تحتويها السؤال الذي طرحه كل من هارادا وكاتو كان عكس ذلك فبالنظر إلى توزيع معطى لكلمات بصرية، ما هي الصورة الأصلية؟ تُعدّ هذه المشكلة صعبة جدًا، فعلى الرغم من أن الكلمات البصرية هذه توصف جزءًا من الصورة، إلا أنها لا تشرح من أين تم استخلاصها من الصورة أو ما الكلمات البصرية الأخرى القريبة لها. يقول الباحثون أن هذه المشكلة شبيهة جدا بحل لغز البانوراما جيكسو بازل فالكلمات البصرية تمثل القطع وتكمن المشكلة في كيفية تحقيق تناسب بينهم بحيث يمكن تجميعهم معا لتشكيل صورة بدأ كل من هرادا وكاتو بمعالجة هذه المشكلة بطريقتين مختلفتين اعتمدت الاولى على تقييم مدى تناسب كلمات بصريه مع بعضها البعض بسلاسه الى جانب كلمات بصريه اخرى على سبيل المثال يمكن ان يتم جمع كل الكلمات البصريه التي توصف حافه كوب لاظهار حافه مستمره ولكن هذه الطريقه غير واضحه تماما لانه يمكن ان توجد كلمات بصريه ليس لها شكل واضح وبالتالي لا تتوافق مع بعضها البعض كقطع البانوراما. فبدلا من ذلك قام هارادا وكاتو بقياس العلاقة بين الكلمات البصرية في قاعدة بيانات ضخمة من الصور عن طريق عد كل الأزواج التي تحدث بجانب بعضها البعض، مما أعطى احتمال تواجد زوج من الكلمات البصرية بجانب بعضهما البعض. أما الطريقة الثانية فكانت تقييم احتمالية أن تظهر كلمات بصرية معطاة في جزء محدد من الصورة. على سبيل المثال، تقع الكلمات البصرية التي تظهر منطقة السماء على الأرجح في أعلى الصورة. ولأن الكلمات البصرية نفسها لا تحتوي على هذه المعلومات، قام هارادا وكاتو مرة أخرى بقياسها في قاعده بيانات كبيره من الصور ويفترضان ان لكل كلمه بصريه تفضيلا للموقع المطلق الذي ستوضع به هذا التفضيل هو قيمه مقاسه ماخوذه من كامل قاعده المعطيات من المؤكد ان هذه القياسات مكلفه حسابيا فهي تعتمد على حجم قاعده المعطيات وعلى حجم الكلمات البصريه ومع ذلك فقد أظهر هارادا وكاتو نجاحا كبيرا باستخدام هذا المنهج لحل المشكلة حيث قاما بإنشاء قاعدة معطيات من 101 صورة تظهر كل صورة نوعا مختلفا من الأغراض كما قاما بتغيير أبعاد كل صورة إلى 128 في 128 بكسل وافترضا أن أبعاد كل صورة تبنى من كلمات بصرية 13 في 13 بكسل وأن ثلاثة أرباع كل كلمة بصرية تتداخل مع كلمة أخرى مجاورة لها وبعد أن أنشأ هذان الباحثان قاعدة المعطيات التي تبين التوزيع الإحصائي للكلمات البصرية تم استخدام هذه المعلومات لإعادة بناء صورة باستخدام الكلمات البصريه التي تظهرها فقط كانت النتائج بشكل عام مثيره للاعجاب ففي حين لم تحمل بعض الصور المولده اي معنى اعيد بناء مجموعه واسعه من صور اخرى بنجاح على سبيل المثال صور لمظله ومفتاح وبرميل وسمكه وحتى وجه انسان تعد هذه النتائج مثيرة للإعجاب، لأنها تقود إلى العديد من التطبيقات الهامة، فعلى سبيل المثال قام هارادا وكاتو باستخدامها للتحول من صورة إلى أخرى، وذلك بأخذ حزم الكلمات البصرية الممثلة لصورتين، ومن ثم توليد حزم وسيطة لبناء صور وسيطة في تسلسل التحول هذا. ما يثير الاهتمام ايضا هو عملهم في مجال الرؤيه الحاسوبيه هذا المجال الذي طور فيه علماء الحاسب مؤخرا العديد من الخوارزميات القويه للتعرف على الاغراض تعرف هذه الخوارزميات بالمصنفات التي تعمل بدقه عاليه لكن في بعض الاحيان يمكن لها ان تنخدع من قبل اغراض تظهر واضحه للعين البشريه ولكن لا تظهر واضحة لها تماما وهذا ما يعمل هرادا وكاتو على تغييره حيث استخدم المنهجية المعتمدة على حزم الكلمات البصرية لإظهار هذه الأغراض للمصنفات لإنجاز ذلك تم استخدام المصنفات لدراسة عشرة آلاف صورة منتقاة بشكل عشوائي وقاما بإحصاء الكلمات البصرية التي غالبا ستحفز كل مصنف وبعد ذلك قاما باستخدام تقنيتهما لتجميع هذه الكلمات البصريه في صوره كانت النتائج باهره اذ كانت بعض المصنفات المصوره مشابهه وبشكل ملحوظ للاغراض نفسها في حين اظهرت مصنفات اخرى تشوها على نحو غريب مثل الاعمال الفنيه الحديثه كما أظهر بعضها كيف يمكن لعناصر إضافية أن تكون مهمة، على سبيل المثال كيف للأفق أن يكون مهمًا في تعريف الأشجار. وأخيرًا استخدم هارادا وكاتو منهجهما لتوليد صور من جمل عادية، وذلك عن طريق تحويل كل كلمة في الجملة إلى حزمة من الكلمات البصرية. ومن ثم بناء الصوره باستخدام هذه الحزم يعتبر تحويل الكلمات العاديه الى حزم من الكلمات البصريه مهمه صعبه وقد استطاع الباحثون تحقيق ذلك من خلال البحث في قاعده بيانات تضم صورا معنونه وفي كل مره تظهر كلمه ما ضمن عنوان صوره يضيفون الكلمات البصريه في الصوره الى الحزمه المستخرجه مما يؤدي إلى إنشاء حزمة كبيرة من الكلمات البصرية التي من الممكن أن تولد صورة، على الرغم من أن العديد من الصور المولدة لا تحمل معنى كما يقول هارادا وكاتو، وذلك أنه بسبب أن طريقة تحويل الكلمة إلى حزمة من الكلمات البصرية بسيطة جدا، إلا أن جملاً أخرى أنتجت صوراً شبيهة بالأحلام ترتبط بشكل وثيق بالفكرة الأساسية يقول هارادا وكاتو أن هذا يشكل بداية واعدة تفتح الطريق لجيل جديد من أنظمة خلق الصور وبالفعل يعد العمل الذي قام به هو أول مخيلة حاسوبية في العالم وهي خطوة مهمة على طريق الإبداع الحاسوبي